بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم البايثون في 5 دقائق. طبعا هذا الدرس موجه لطلاب مساق الذكاء الاصطناعي. طبعا رمز المساق CSCI4304. طبعا زي ما ذكرنا انه احنا بنحاول نشرح البايثون في 5 دقائق. طبعا الهدف من هاي الشغلة انه فعليا احنا قد يكون في عنا بعض الواجبات اللي ممكن تعتمد عليها في لغة البايثون. كذلك لغة البايثون هي من اللغات المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، فبالتالي انه انا بفترض انه انت عندك معرفة بلغة الجافا، فحاعطي لك اياها ان شاء الله في 5 دقائق بحيث انه انت ممكن تعمل سويتش عليها بشكل سريع. طيب انا في جهزت لك نوت بوك حتوجده على المستودع تبع المساق، تمام؟ بشرح لك في البايثون بخمس دقائق. طبعا انت عشان تتعامل مع البايثون بشكل سريع جدا انه يعني ما فيش داعي انه انت تنزل بيئة البايثون عندك على الجهاز، ممكن تستخدمها على الكلاود. فبالتالي بتروح بتفتح هنا colab.research.google.com. هذا بيتيح لك انه انت تنشئ بايثون نوت بوك على الكلاود. فهنا ممكن انه انت تختار، هذا بيجيب لك النوت بوكس اللي انت فتحتها سابقا، تمام. هنا ممكن انت تنشئ نوت بوك جديد بهذا الشكل، طبعا بتختار تسميته، تحط الاسم اللي بدك اياه، تمام. فهنا انه مثلا انه بايثون ان 5 minutes بهذا الشكل. ويعني انت بعد ما تخلص كتابة انه انت بتعمل سيف بهذا الشكل، وممكن تعمل هنا داونلود اي بي واي ان بي انتراكتيف بايثون نوت بوك. هو فعليا النوت بوك هذا انتراكتيف، انه انت ممكن تعمل سيلز. السيلز هذه ممكن يكون في انت عندك عدة سيل للكود، وفي انت عندك عدة سيل للتكست، والتكست ممكن انت تستخدم معاه نظام المارك داون، وهذه انت ممكن تحركها تحطها وين ما بدك بهذا الشكل. الفكرة في الموضوع انه انت بتكتب يعني piece of code وبتعمل له execution، الexecution تبعه بنحفظ، ما فيش داعي انه انت انه تغير الكود كل مرة. يعني حورجيكم الان كيف الفكرة ببساطة. فكرة المارك داون يعني انتو اكيد بطبيعة الحال يعني بتعرفوا المارك اب اللي هو الHTML، بعمل فيه formatting للتكست. هنا مارك داون انه نعمل فيه فورماتنج للتكست بس بطريقة ابسط. فهنا انه مثلا انه هاي هيدر واحد، هيك هيدر اثنين، وهكذا. هيك هيدر ثلاثة. يعني بطبيعة الحال صار واضح انه انت كل مستوى انه انت بس مجرد انه انت تضيف يعني هاش زي هيك. لو بدك تعمل نقاط فممكن انه انت تعمل ستار بوينت واحد بوينت اثنين وهكذا and so on. فبالتالي بروح بعمل لك ريندر لإلها على اساس انه هي ان اوردرد ليست بهذا الشكل. طبعا انت في عندك هنا صيغة الفورماتنج، انه انت ممكن انه يعني تستخدم هاي الشغلات كلها هنا بشكل جاهز، فهو بروح بعمل لك اياها. ممكن تعمل ادراج لصورة، ممكن تحط انه كنص برمجي لو انت بدك تشرح شغلة معينة، هاي البولد بالاضافة للهيدر الهيدنج تاجل، انه انت ممكن انه انت تبدل بين المستويات المختلفة. طيب طبعا تعريف المتغيرات في البايثون، خلينا نبدأ بأول نقطة هنا. تعريف المتغيرات، تعريف المتغيرات ببساطة انه انا بكتب اكس بتساوي 10 print x. الان بدي اوضح جزئية انه انا كيف انا عندي الـ كل piece of code بعمل له execution، ما فيش داعي ان انا اعيده تاني. لو انا غيرت رأيي وقلت انه x بتساوي 12 print للx،
انه انا غيرت في الكود فعليا وعملت له طباعة مرة تانية، ولكن انه الكود يعني الموجود في السيل هذه انه هيو موجود وانه الاكسكيوشن تبعه هيو ظاهر، مفيش يعني مش زي الاي دي اي انه انا لازم اعمل ريران كل مرة، وكل مرة انه النتيجة القديمة انه هي بتنمسح. فبالتالي انه هذا بيديني ميزة كتير مفيدة، وهو على فكرة مش مستخدم على نطاق واسع في الشرح. النوتبوك مش مستخدم على نطاق واسع في الشرح فقط، يعني هو كذلك مستخدم على يعني في طريقة كتابة مشاريع، انه انا ممكن اكتب النوتس المتعلقة بالمشاريع بالاضافة للكود تبعها، وبجرب اكتر من مرة واكتر من باراميتر انه انا اغير وانه الكود بنحفظ انا عندي في السيلز بهذا الشكل. لان نرجع للبايثون، تعريف المتغيرات زي ما ذكرنا مفيش داعي انه انا اعرف التايب، انه انا هنا عرفت ثلاث متغيرات اكس بتساوي 10 واي 3.5 زي اي بي سي. طبعا بطبيعه الحال البايثون لوحده بعرف التايب بشكل ضمني من خلال الفاليو، فبالتالي اكس راح تكون انتجر، واي راح تكون فلوت، وزي راح تكون سترينج. هنا انا طبعتهم كفاليو اكس وواي وزي، وهنا طبعت التايب تبعهم كل واحدة زي ما انت ظاهر امامك انه الاكس انتجر والواي فلوت والزي سترينج. طبعا كيف بدك تكتب كومنتس في البايثون؟ ببساطة انه انت يعني تروح تعمل هاش زي هيك، فبالتالي بيصير السطر هذا كومنت، فبالتالي انت ممكن تعمل تاجل للاين معين هذا زي هيك، انه انت ممكن انت تحط الهاش او تشيلها عنه بهذا الشكل. طيب لو بدك تعمل مالتي لاين كومنت شو ممكن ان انت تسوي؟ فممكن ان انت تعمل تريبل كود وتكتب المالتي لاين كومنت تبعتك وتسكر التريبل كود، فبالتالي زي ما تلاحظ انه في السيل هاي هذا كله كومنت ما تنفذ منه شيء الا مع هذا الجملة هاي او الستيتمنت هاي. الليست في البايثون، الليست في البايثون كتير مرينة، زي ما انت شايف انه فيش داعي انه انت تعرف تايب، ممكن ان يكون في عندي ليست بهذا الشكل. الليست هي زي الاري في الجافا، بتفتح البراكت زي هيك وبتكتب العناصر بشكل مباشر 1 2 3، وممكن تكون العناصر هذه من تايبس مختلفة زي ما انت شايف انه 1 4.6 ABC، وممكن تعمل اكسس للعناصر هذه باستخدام الانديسيز انه numbers of the one و things of the two تطلع الفاليو زي هيك. تمام. الآن كذلك في البايثون في عنا مفهوم التابل أو الكوليكشن. هذا التابل هو ببساطة شديدة جدا جدا هو immutable list، list غير قابلة للتعديل. طبعا الفكرة تبعتها انه هذا التايب انه بوفر لي يعني سرعة في الذاكرة، او يعني انه list overhead in memory، بما انه هذه الداتا تايب انه ما بيتعدل عليها، انه انا بستخدمها للقراءة فقط. طبعا التعامل معها زي الليست بالضبط، انه شو الاختلاف؟ الاختلاف انه بدل ما كان براكتس مربعة في تعريف الليست زي هيك، تمام، بتصير انه البراكتس هذه دائرية زي هيك، فبالتالي هاي point of 2 point 2 و3، وهنا ممكن تعمل access بالاندكس بهذا الشكل. الفرق زي ما ذكرنا انه العنصر هذا انا ممكن ان اعدل عليه، لكن هنا في الليست ممكن ان احكي انه number of 1 بتساوي 10، فبالتالي هنا الفاليو الاثنين تتغير بتصير 10. هذا الكلام مش متاح هنا في التابل. كذلك انا عندي من ضمن الكوليكشن المفيدة جدا في البايثون هي الدكشنري. الدكشنري بدي اطلع عليه انه هو زي مفهوم الليست بالضبط، ولكن انه الانديسيز تبعتي بطلت صارت ارقام، صارت عبارة عن كيز يعني كلمات مفتاحية. فبالتالي انه هاي بدي اشوف هاي الدكشنري، لو انا في عندي حقيبة هاي العنصر الاول، فهذا الدكشنري احنا في عنا البن هو عبارة عن الكي والفاليو هي 3، فبالتالي هذا كله بيمثل انا عندي عنصر الكي نقطتين فاليو كوما كي نقطتين فاليو وهكذا. فبالتالي انا عندي هنا انه البن 3 والتيشوز 10 والكاندي 3 والبوك 1، فممكن ان اعمل اكسس لأي عنصر موجود في الدكشنري باستخدام الكي. فاحنا خلينا نتخيل الموضوع، لو هذا انا بدي اخده هنا على النوت بوك الثاني بهذا الشكل، وهنا بدي اعمل باك ليست
بدي أسوي نفس الكلام، أنا عندي ثلاثة نفس الترتيب، 10 3 1. الآن في الليست بدي أنا الكتب، فبقول إنه باك ليست أوف، ما عندي هنا 0 1 2 3، تالي هنا في الثلاثة لازم أكون عارف الإندكس. تمام بهذا الشكل. لو بدي التيشوز فبحط في الواحد فبطلع أنا عندي 10 بهذا الشكل، بينما في الديكشنري الأكسس أنا عندي باستخدام الكي وليس الإندكس. فنفس الكلام، بدل باك ليست بده يصير باك، وأنا بدي هنا اطبع لي الكتب 1. لو بدي قديش أنا في عندي كاندي 3 بهذا الشكل، فبالتالي الأكسس تبعه بيصير باستخدام الكي. يعني أنت ممكن تطلع على الديكشنري بهاي الكيفية. طبعا هو بريح كتير بدل ما إنه أنت تتعامل مع إنديسيز وتكون مش عارف الترتيب أو مش ذاكر شو ترتيب الإندكس، هيك بتكون ستركتشر داتا أكتر، وإنه ككوليكشن إنه كتير مفيد في البايثون. طيب أوكي، الآن إحنا ممكن إنه يعني أعمل موديفاي، يعني مثلا إنه أنا في عندي كتاب واحد، إنه أنا جبت كمان كتاب وحطيته عندي في الحقيبة، فبالتالي ببساطة بصير إنه عندي هيك، يعني هذي خلينا ننزلها تحت هنا بوك بتساوي 2. خليني هنا أوجي لك محتويات الديكشنري الباج، إنه صار في تعديل إنه الكتب بدل ما هي كانت 2 صارت، بدل ما هي كانت 1 صارت 2. وهنا ممكن أرجع أعمل له أكسس باستخدام الكي، فبرجع النتيجة بتطلع لي 2 بهذا الشكل. الآن بخصوص موضوع الديسيجن اللوبس والديسيجن، يعني بدنا نتعرف في البداية على دالة الرينج. دالة الرينج كتير مستخدمة في البايثون، إنه هي بتعمل لي سلسلة من الأرقام باي ديفولت، إنه هذه الأرقام من 0 ل 5، عشان تتخيل إنه كيف سلسلة الأرقام هذه. روحت أنا عملت لها كاست لليست، فبالتالي هنا هيو 0 1 2 3 4 5 أرقام من 0 ل 4، فبالتالي أنا ممكن أستخدمهم في الإيتريشن بهذا الشكل. فبالتالي هنا ممكن ببساطة أقول إنه for i in range 10، ده أطبع 10 مرات hello print hello. لاحظ إنه أنا أول ما عملت إنه أنا عندي النقطتين هنا بعد الفور، عملت انتر على طول إنه لوحده راح عملي intendation. نظام البلوكس إحنا عنا في البايثون بيعتمد على نظام الانتنديشن، اللي نفس المحاذاة هدول بيكونوا بلوك واحد. كذلك كل ما تزيد الانتنديشن كل ما تزيد المسافة البادئة، معنى ذلك انه انت يعني انا في عندي بلوك تابع لشيء معين، فبالتالي هاي الستيتمنت تابعة للفور، فبالتالي الانتنديشن تبعها انه المحاذاة تبعتها انه بهذا الشكل. فالآن ممكن اعمل طباعة 10 مرات، ممكن انه اضيف انه هنا اطبع لي كمان الاندكس، فبصير انه هلو 0 هلو 1 الى اخره. لو بدي يكون في عندي جملة تانية برضو كذلك تابعة للفور، بتكون بنفس الفكرة هلو again. هدول الجملتين تبعات للفور. الان متى بخلص البلوك تبع الفور؟ اذا انا عملت انتر ورجعت زي هيك، فبالتالي خلاص خلصت الستيتمنت print done بهذا الشكل. فهي done نفذت مرة واحدة لأنه الانتنديشن تبعها إنه خارج الفور، خارج نطاق الفور. طبعا بما إنه أنا بقدر أستخدم دالة الرينج بهذا الشكل، ممكن إنه هاي things إنه أنا أعرفها عندي هنا لأنه أنا بدي أستخدمها بهذا الشكل. فبالتالي انا ممكن اعمل فور لوب باستخدام الاندكس فور اي ان رينج، طبعا هي 3 عناصر، برنت ثينجز اوف الاي،
فبالتالي of things of zero of الواحد of الاثنين بهذا الشكل. طبعا عشان انه ما تكونش هاي انه hard coded اذا تغير طول الليست يفضل انه نستخدم الدالة len بتجيب لي طول الليست بشكل اوتوماتيك بس تضيهد جوات دالة الرينج. يعني خليني اعمل لك اياها هنا في سيل تانية وهنا عشان انه انت تشوف الفرق بين هاي بالضبط بهذا الشكل نفس العمل. الان لو اختلف طول الليست انا هي خلاص هذا الكود بيكون ابليكابل او شغال في كل الحالات. طيب نيجي الان لموضوع الديسيجن، بس قبل الديسيجن هنا بدنا نشوف كيف نعمل امبورت لباكج في البايثون. الباكج اللي بدنا نعملها امبورت هي راندوم، اسمها راندوم، امبورت راندوم. طبعا بتساعدني انه نعمل توليد لارقام عشوائيه تاخذها من عينه، فبالتالي هنا بعرف راندوم ليست بتساوي راندوم دوت سامبل، هياخذ لي عينه من الارقام المدى تبعهم من ناقص 100 ل 100 وعددها 10 ارقام، فبالتالي لو طبعتهم فبالتالي هي طلع لي 10 ارقام بهذا الشكل. في منها ارقام موجبه وارقام سالبه. لو انا طلبت انه بدي أطبع الأرقام الموجبة، فبالتالي هنا بدنا نيجي لمفهوم الديسيجن أو الإف ستيتمنت في البايثون، إنه ممكن أستخدمها برضو كذلك جوا الفور. لاحظ مستويات مختلفة من الانتديشن، إنه الإف تاب على الفور وجملة البرنت هاي تاب على الإف، إنه الانتديشن تبعها زاد بهذا الشكل. فببساطة إنه أنا عندي الكود فور نمبر إن راندوم ليست، تمام؟ طبعا هذه اذا مش واضحه بالنسبه لك يعني انه هنا ببساطه احنا بدل ما احنا نستخدم الاندكس ممكن نحن نستخدم iteration variable بنسميه for t in things print t بهذا الشكل. فببساطه الiteration variable انه انت بتستخدم، لاحظ هنا انه n مش range، انه n a list عناصر الليست. فبالتالي اول لفة التي بتساوي 1، ثاني لفة التي بتساوي 4.6، ثالث لفة التي بتساوي ABC. فبالتالي الاتريشن فاريبل انه كل مرة بيساوي عنصر من العناصر الموجودة في الليست بالترتيب. فهي انه نفس الفكرة هنا لو رجعنا للديسيجن، فبالتالي for number in random list معنى ذلك انه النمبر اول لفة حيكون 28، ثاني لفة حيكون 45، اللفة الثالثة 23، اللفة الرابعة ناقص 90 وهكذا. الآن بدي أنفذ اللي أنا ذكرته إنه بدي الأرقام الموجبة بس، وببساطة بروح بفحص إذا كان النمبر هذا أكبر من صفر بروح بطبعه، فهاي الجملة تابعة للإف، لاحظ الانتديشن تبعها. فبهاي الكيفية بطبع لي فقط الأرقام الموجبة. الآن باقي آخر نقطة اللي هو موضوع الأوبجكتس والكلاسز. طبعا موضوع الأوبجكت أورينتد بروجرامينج أو مفهوم البرمجة الشيئية كتير إنه هو مفيد وإنه مستخدم في العديد من اللغات. إنه الفكرة الأساسية إنه أعيد استخدام كود بدل ما إنه أنا أكتبه وأنظم الكود تبعي في وحدات برمجية بنسميها كلاسز. طبعا كيف بدي أعرف كلاس في البايثون؟ بكتب كلاس واسم الكلاس نقطتين، لاحظ انه هدول كلهم تبعين للكلاس. هذا الانتنديشن ايش انا في عندي؟ في عندي الكونستراكتور هذا وعبارة عن مجموعة من الدوال بهذا الشكل. الكونستراكتور طبعا الصيغة تبعته دائما بهذا الشكل underscore underscore init underscore underscore، دائما بياخد السلف. السلف هو عبارة عن مؤشر لنفس الكلاس. طبعا هنا البارامتر اللي انا بدي امررها في للكونستراكتور. طبيعة الحال زي ما تعودنا في البايثون انه انت بدك تعرف اتريبيوت تابع للكلاس، هذا ما فيش داعي انه انت تعرفه برا، خلاص طالما انه انت في اي مكان كتبت self.length معنى ذلك انه هذا الاتريبيوت تابع لهذا الكلاس، خلاص يبقى length هنا صار تابع لهذا الكلاس. ايش بيساوي؟ بيساوي length اللي انت مررته ببارامتر هنا، فبالتالي length هذا بيختلف عن length هذا. length هذا هو عبارة عن اتريبيوت تابع للكلاس، واللينث هذا هو عبارة عن البراميتر اللي انت مررته بالدالة. عشان ابسط عليك الامور اكتر ممكن انه تتخيلها زي هيك،
وهنا A B وهذا بده يصير بطبيعة الحال A و B. بس كان من convention انه النظام الاول احسن انه انت تحط ال width وال height او length وال width عفوا لانه كان من convention انه بتسهل عليك اكتر انه انت تتعامل في بالامور. يعني على سبيل المثال لو انا بدي اعرف rectangle R1 بتساوي بهذا الشكل. لاحظ انه A و B شو ال A وشو ال B مش عارف ايش هما ال A وشو هما ال B. ولكن لو انا رجعت وحكيت هنا length وهنا وهذا بيساوي length وهذا بيساوي width بهذا الشكل, فبالتالي خلاص يعني صار انه كنيمين convention صارت واضحة انه لما اجي اعرف الريكتانجل زي هيك انه صار واضح انه في بياخد length و width بهذا الشكل. كان من convention افضل, وهو في عنده القدرة على التفريق بين هاي اللي تابعة للكلاس وهاي اللي بيمررها كبراميتر. هذه شغلة. الشغلة الثانية انه انه ممكن انا استخدم اسماء البراميترز. يعني ببساطة ممكن اقول انه length بتساوي 3 او 4 والwidth بتساوي 3 بهذا الشكل. فبالتالي انه هذه readable اكتر كمان even more يعني. طيب خليني احكي على دالة الاستيار. هي عبارة عن string representation تبع الكلاس, لانه هذا الكلاس هذا تايب جديد. لو انا عملت print r1 مالوش string representation, بحكي لي انه هو rectangle object وهي الادرس تبعه في الذاكرة, مالوش string representation. فالدالة هاي شو بتسوي فعليا؟ لو اخدتها زي هيك, هاي الدالة بتورجيني كيف string representation def underscore underscore str underscore underscore بتاخد self. طبعا هنا بستخدم دالة الفورمات اللي هي يعني دالة كذلك موجودة في البايثون, فبالتالي هنا بطبع length وهي brackets اللي حيتم استبدالهم بالvalue اللي هنا اول باراميتر في الفورمات, والbrackets الثانية اللي حيتم استبدالهم بالvalue اللي موجودة هنا. طبعا بيناتهم t slash t. فلو هذه انه يعني عرفتها زي هيك تمام, واجيت هنا شغلت مرة تانية هيك صار في له string representation. طبعا الاوردر اللي موجود هنا انه انا ممكن اعكسه زي هيك, فبالتالي بيصير انه كذلك استخدام اسماء البراميتر انه الاوردر انه يعني بصير انه انا فري انه انا استخدم الاوردر تمام. طيب بضل في عندي دالة الاريا, طبعا بتاخد سيلف يعني بتاخد نفس الكلاس انه يعني بتاخدش ولا براميتر يعني, بس لازم السيلف انه تمررها انه هذه عبارة عن ممبر موجودة في الريكتانجل. فهو عبارة عن الطول في العرض, هذه المساحة, والبرميتر هي برجع انه 2 ضرب الطول في العرض بهذا الشكل. فهنا زي ما انتم شايفين انه هي عرفت ريكتانجل, رحت طبعته وطبعت الاريا تبعته والبرميتر تبعه. نيجي لاخر مفهوم عندنا هنا في هذا الشرح اللي هو مفهوم الانهيرتنس, انه نفس الفكرة انه انا يعني كود انا موجود عندي ليش اني اعيد اكتبه, فبالتالي بعيد استخدامه بستخدم الخصائص تبعت الانهيرتنس. طبعا الكلاس اللي احنا بدنا نسويه الان هو مربع, والمربع هو عبارة عن حالة خاصة من المستطيل انه الطول والعرض نفس الاشي. فبالتالي بعمل انهيرتنس من الكلاس ريكتانجل. طبعا هذا بعملش انهيرتنس من ولا كلاس, انه هو باي ديفولت بعمل انهيرتنس من الكلاس اوبجكت اللي موجود باي ديفولت في البايثون. هنا عرفت انه سكوير وفتحت قوسين وكتبت اسم الكلاس اللي بعمل منه انهيرتنس. طبعا هنا في الكونستراكتور اللي بدي اعرفه بياخد باراميتر واحد اللي هو طول الضلع, لانه يعني المربع بياخد بس طول الضلع. شو بدي اسوي؟
بروح بستدعي السوبر كلاس كونستراكتور بهذا الشكل زي ما انت شايف عندك امامك هنا في الكود. وايش اديته؟ اكس واكس، انه الطول والعرض، الطول والعرض اللي هو الاكس ونفس الاكس اللي هو الطول والعرض نفس الشيء وبس. فبالتالي انه خلاص انا صار في عندي مربع من المستطيل وما فيش داعي ان انا اعمل امبلمنت لولا داله من هدول، الاريا والبرميتر والسترينج ريبريزنتيشن، بدليل انه احنا هنا لما عرفنا سكوير تمام انه طول ضلعه 3 رحت طبعته، هاي اللينث والويث 3 و3 وهي المساحة تبعته وهي البرميتر تبعه. وبهيك بنكون يعني خلصنا بشكل سريع انه البايثون في 5 دقائق hopefully. طبعا شفنا كيف عرفنا نعرف متغيرات، شفنا كيف نعمل التعليقات كيف شكلها، كيف نتعامل مع الليست. طب اللي هي عبارة عن immutable list، الدكشنري هذه الكوليكشن المهمة اللي بتسهل عليها كتير. شفنا كيف نظام اللوبس والديسيجن ونظام الانتنديشن في تعريف البلوكس اللي موجودة في البايثون، وشفنا كذلك انه كيف بعرف كلاس وكيف بعمل انهيرنس من كلاس تاني. يعطيكم العافية.